والآن مشاهدينا مع فقرة النشاط والحيوية والرياضة وأهم المباريات العالمية والعربية مع أحمد عصفور. صباح الخير. صباح الخير عليك يا كارلوس. صباح الخير عليك يا روان. صباحك يا أحمد. عاملين إيه؟ الحمد لله. ريال مدريد ولا برشلونة بدون دبلوماسية؟ إيه. الرأي مش معنا اليوم يعني. لا. معكم عليكم. بدون دبلوماسية ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد. تمام. انا مالي يفوز بحياتك. اوكي طيب عامه احنا هننكد على ريال مدريد شويه. انا مدريدي والله بس هننكد على بعض. يلا بينا. يلا بينا. صباح الخير على كل مشاهدي يوم جديد، والبداية من الدوري الإسباني ومع خسارة جديدة لريال مدريد على يد إسبانيول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب كورنيا ضمن منافسات الجولة 26 من الليغا. أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة 3 من الوقت بدل من الضائع، وبتلك النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 51 في المركز الثالث. أما الفريق الكتالوني فوصل للنقطة 31 في المركز 13. من مدريد إلى برشلونة، حيث حطم ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما برشلونة عدة أرقام قياسية، وذلك بعد فوز البلوغرانا على جيرونا بستة أهداف مقابل هدف. ونرصد لكم أبرز هذه الأرقام من خلال التقرير التالي. شهدت مباراة برشلونة وضيفه جيرونا التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة 25 من الدوري الإسباني تحقيق عدة أرقام قياسية، وذلك بعدما انتهى اللقاء بفوز البلوغرانا بستة أهداف مقابل هدف واحد. سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي في هذه المباراة هدفين، بينما أحرز الأوروغوياني لويس سواريز ثلاثة أهداف ليعزز ثنائي البارسا أرقامهما التهديفية ويبتعدا في قائمة أفضل الثنائيات التهديفية في الليغا خلال الموسم الحالي، حيث وصلا إلى الهدف 42 بواقع 22 لميسي و20 لسواريز. وعلى جانب آخر عزز ميسي أرقامه القياسية على صعيد صناعة الأهداف، وذلك بعد صناعته لهدف سواريز الأول ليصبح بذلك أكثر لاعب من حيث عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ الليغا برصيد 148 تمريرة. ولم يكتف النجم الأرجنتيني بذلك، بل استطاع تحطيم رقم قياسي آخر، وذلك بعدما جاء هدفه الثاني في المباراة من ركلة حرة ليرفع بذلك رصيده من الأهداف بهذه الطريقة إلى 3 هذا الموسم و21 خلال مسيرته الكروية، وينصب نفسه كأكثر لاعب من حيث تسجيل الأهداف في الليغا خلال الأعوام 25 الأخيرة عن طريق الركلات الحرة. كارلوس عندك تعليق؟ يعني مش عم بعرف ليش بقى نشجع ريال مدريد اذا هيك بصير فينا يعني. والله انا واحد من الناس يعني ابتدى يفهم كوره على جيل فيه كل النجوم في فريق ريال مدريد، فكان لازم اشجع ريال مدريد. ما اعرفش ان بعد كده هيحصل الحاجات الغريبه يعني اللي بتنسحب هلا. بتنسحب هلا يعني يا احمد؟ مش عارف. طب بس انا عارف ان انت برشلونه وبتغني لبرشلونه. حبيبي برشلوني. لا حبيبي برشلوني. طيب من إسبانيا إلى إنجلترا، حيث حدد نادي تشيلسي سعرا فلكيا لنجمه البلجيكي إيدن هازارد في إطار ارتباطه كثيرا خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة تشيلسي بقيادة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش حددت مبلغ 200 مليون جنيه استرليني للتخلي عن صاحب 27 عام للفريق الملكي، وأضافت أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2020، إلا أن إدارة البلوز ترحب ببيعه ولكن بمقابل مادي أكثر مما دفعه باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار من صفوف برشلونة. ما زلنا في إنجلترا ولكن مع نادي أرسنال، حيث قامت إدارة الجانرز بإعداد قائمة مطولة تضم 7 مدربين مرشحين لتولي مسؤولية الفريق تحسبا للإطاحة بالفرنسي المخضرم أرسين فينجر المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري. ويبتعد أرسنال عن المراكز المؤهلة للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، محتلا المركز السادس في ترتيب البريمير ليج بعدما تلقى 8 هزائم و5 تعادلات مقابل 13 انتصارا. وتلقى الجانرز هزيمة كبيرة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي كأس رابطة المحترفين. كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور 64 على يد نوتنغهام فورست الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. Oh,
هرجع لك تاني يا كارلوس وروان. يعني إدارة الجانرز أو أرسنال صبرت على أرسن فينجر سنين طويلة، منهم آخر 14 سنة من غير ما يكسبوا الدوري. أوف. هل أنتوا مع أن الإدارة فعلا، علشان طبعا أرسن فينجر كان ليه رصيد كبير عند جماهير أرسنال، هي تسيبه المدة دي كلها؟ إذا ما في أي إنجازات يعني لا، أنا برأيي أنه لازم يغيروا شوي عن هذه الإدارة. كان في بس يعني على فترات متباعدة، ومش بطولة الدوري تحديدا. بطولة الدوري بتبقى هي البطولة الأهم في البلاد. بس يعني لازم يكون في اكيد عندهم يعني بلان بي، او يعني يتبعوا اي نظام ثاني، سيستم ثاني، لا يرجعوا يحسنوا من المباريات ومن يعني حظوظهم بالفوز. طب انت يا احمد، يعني من وجهه نظرك الرياضيه خبرنا، ايوه، انت مع انه يتركوا فتره طويله هاي ولا لا؟ هو اللي حصل ان ارسن فينجر عمل طفره في اداء ارسنال في سنه معينه من غير ما يدفع فلوس كتير. تمام. فالفكره عجبت اداره النادي، وكان حظه ان في لعيبه كتير صغيرين في السن زي هنري وكامبل وايبوي واشليكول، كانوا كتير وعملوا حققوا بطوله الدوري من غير ما يدفعوا كتير. فضلوا يتبعوا نفس السياسه دي بس لمده 14 سنه وما بتنجحش، يعني نجحت مره واحده، فكان المفروض يبقى في تحرك اسرع من كده. ان شاء الله يرجعوا لعب. صحيح. فوز. على العموم نبقى مع جانرز، حيث وجه المصري محمد النني لاعب وسط الفريق رسالة إلى الطفل الذي ظهر باكيا في مدرجات ملعب ويمبلي بعد هزيمة أرسنال أمام مانشستر سيتي بثلاثية دون مقابل في نهائي كأس الرابطة. وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: دموعك غالية جدا لنا جميعا، ومن أجلها ومن أجل جميع مشجعي أرسنال أعدكم بالقتال لرسم الابتسامة على وجهك. وجاءت ردود متابعي أنني متباينة بين من أثنى على اللاعب ومن طالبه بالرحيل. في مصر حقق الزمالك انتصاره السادس على التوالي في الدوري المصري، والذي جاء على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة معززا موقعه في المركز الثاني. جاء ثلاثية الفريق الأبيض عن طريق محمود عبد العزيز ومحمود علاء وكاسونجو، ليعزز الزمالك رصيده للنقطة 51 بفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي الثالث، والذي يمتلك مباراتين إضافيتين في جعبته. من كرة القدم إلى عالم المحركات، حيث تصدر سائق فيراري سباستيان فيتل اليوم الثاني من التجارب الشتوية الأولى لموسم 2018 المقامة على حلبة برشلونة الإسبانية. وتقدم فيتل على سائق مرسيدس فالتيري بوتس في الوقت الذي جاء فيه سائق مكلارين ستوفل فاندون في المركز الثالث، بينما كان المركز الرابع من نصيب سائق ريدبول ماكس فيرستابن، فيما غاب بطل العالم السابق لويس هاملتون عن السباق. إلى عالم التنس، حيث أعلن الإسباني رافائيل نادال أنه سينشئ مركزا رياضيا يحمل اسم رافا نادال تنس سنتر بمدينة كانكون، أشهر الوجهات السياحية في المكسيك. وقال نادال في تصريحات صحفية أن المركز الرياضي الأول له سيكون في المكسيك لأنها البلد المحبب له من نواح عديدة، مضيفا أنه سوف ينشئ مركزه الرياضي في مدينة كانكون السياحية لتقديم برامج من رياضة التنس للزائرين والمقيمين في المنطقة الذين يرغبون في اللعب والتعلم طبقا لطرق رفيعة المستوى. فكده نكون وصلنا لختام فقرتنا الرياضية النهاردة، وارجع لك تاني يا كارلوس وروان. شكرا أحمد.